السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ إن شاء الله طيبين. رجعنا لكم في مقطع جديد من لعبة كار ميكانيك سوميليتر 2021 أو محاكي الميكانيكي. اليوم حلقتنا عيال عن النيسان زد، أتمنى أنها تنال إعجابكم. لا تنسون قبل لا نبدأ الفيديو الصلاة على النبي، وتضيفني على السناب هنا ولايكك يا وحش، واشتراك في القناة إذا ما كنت مشترك، تفعل جرس التنبيهات، وأتمنى لك مشاهدة ممتعة. وبسم الله يا عيال دخلنا على الجيم. اليوم عندنا نيسان زد 370، ففي عندنا بعض المشاكل قبل لا نسوي التست. لما دوك سيلف يقول لي انه السيارة ما فيها اويل، فيا رب انه فعلا يكون بس ما فيها اويل وما يكون فيها اشياء ثانية، لان صراحة ما ودي اطولها وهي قصيرة، فودنا على طول نروح على التست تراك ونشوف كم تجيب من وقت. هذا هدفنا يا عيال. فخلينا الآن نشوف سالفة الزيت، من وين نعبي الزيت. طيب أوكي، من هنا، فلازم نفك شو اسمه الغطاء هذا. خلاص ما تمشي علينا، مشت علينا مرة في الجي تي آر، خلاص انت الموضوع. أبى أشوف ذا الحين، أنا عبيتها زيت وبنشوف إن شاء الله أن الماكينة تدق سلف. إن شاء الله إذا دقت سلف زين على زين، لكن إذا ما دقت يا الله إيش بسوي فيها. بلشة، لأن صراحة لازم نجرب السيارة ستوك. حلو، دقت سلف، دام إنها دقت سلف أمورها تمام. السيارة وسخانة من جوا، نغسلها وننظفها ونظبط أمورها. فخلينا أول شيء نغسل داخليتها أوكي بالشكل هذا. طبعا الداخلية شوي وسخانة، مو مرة، حاجات بسيطة زي ما تشوفون المراتب، والله باقي موجودة، شكل المراتب نفسها متدمجة. عمي هذا شكل اللي كان ماخذها يا رجل لاعب في حسبتها من جوا، مو مشكلة. الآن خلي بس يخلص، أوكي خلص. الآن نتوجه على طول على التست تراك ونجرب النيسان إيش حتسوي على التست تراك. طبعا هل حتجيب وقت ممتاز؟ هل حتكون قوية؟ هل حتكون سريعة؟ ما ندري، ما سوينا لا تصفية ماكينة ولا شيء، زي ما هي أخذناها وبنجربها. مع أن شايف الار بي ام يعني شوي أوكي يا عيال، الار بي ام اللي على اليمين تحسه متغير، ما هو نفس الار بي ام حق السيارة اللي أمس أو قبل أمس، والله ما أدري. يا ساتر إيش فيها تهج، كفراتها يا عيال منتهية والله. لكن بنشوف كم تجيب الوقت، احنا هدفنا الوقت. امس قبل امس يا عيال جابت شو اسمها دي البي ام يا عيال، جابت دقيقة ونص بعد التعديل. قبل التعديل جابت دقيقتين وحادث، يا ساتر جابت دقيقتين. فهذه واضح انها بتعذبنا، شكل كفراتها منتهية، عشان كذا كل شوي قاعد تهج علينا برا. فهذه كلها ان شاء الله بنضبطها. فالحوادث مو محسوبة على سواقتي، من ذا الحين اقول لكم السيارة مرة تعبانة، فالوقت اللي تجيبه تجيبه. بعد التعديل ممكن حتى بعد التعديل يصير حوادث، ما ندري. للأمانة كنت ساتر الو اوكي اليد يا عيال شبكتها، لكن البطاريات حقتها انفجرت علي يا عيال. يا عيال ماني فاضي اروح اجيب بطاريات وذا، فقلت خلاص نكمل بالكيبورد، مو مشكله لين ما اجيب بطاريات لليد، لان باليد السواقه حتكون افضل بكثير من الكيبورد اكيد. يعني يا عيال دقيقه ونص واحنا لسه ما خلصنا، فشكلها بتجيب وقت قياسي يا عيال، شكلها بتجيب وقت اكثر من البي ام. طبعا كل ما زاد الوقت كل ما كان الشيء هذا سيء، لان السياره متاخره بتكون. يا ساتر الو، اللي قاهر انها ما ترجع نمره. اوكي دقيقتين وثانيه، يعني تقدروا تقولوا حتى مع الحوادث نفس البي ام. فالان اللي حيصير، حنطلع الماكينه بالكامل، حنعدلها من الصفر، نبني ماكينة جديدة تكون معدلة ستروكر، لأن السيارة هذه ما عليها أي شواحن، لا تيربو ولا سوبر، ولا أقدر أركب لها
اي ماكينه. الان حوريكم انه ما اقدر اركب لها ماكينه. شوف لما اروح على انجن سواب اوبشن ما في اي شيء في السواب، فمجبور اني انا بس شو اسمه، اوكي لازم نرفع السياره وننزل الزيت ونفك الجير، فمجبور ان انا اعدل فقط ماكينتها، ما احط ماكينه ثانيه. اللي بيسال عن الفورد، الفورد وديت الباركنج يعني لا تخافون، موجود الفورد، هو اسرع سياره عندنا، فما اقدر افرط فيه عيال، مستحيل افرط فيه. فخلينا نودي الرافعه مكانها ونبدا نفك الجير والاشياء ذي. اوكي لازم اول شيء نطلع عمود الدوران بالشكل هذا. اوكي باقي عندنا، اوكي يا عمي مسامير هذا مصلبه، بس ما عليه، نفك يا رجل ونحاول نطلع الجير. ليش ما يقربني هناك؟ اوكي حلو، ودي افك هو مو ودي يعني غصب عني لازم افك السلف على اساس اطلع الجير، ما راح اقدر اطلعه والشي اسمه، ما راح اقدر اطلع الجير والسلف موجود. اوكي اتوقع كذا الان نقدر نطلع الماكينه باريحيه تامة جدا. شيل الرافعة يا مدير وديها على الرافعة هناك. اوكي طلع الماكينة نشوف. يب الماكينة طلعت. فالان عندي حلين، اما ابني ماكينة من الصفر او اعدل الماكينة حقتي. طبعا اذا جيت بعدل ماكينتي لازم افك كل شيء لين اوصل للبلوك، فابني احسن والماكينة اللي عندي ابيعها. فنبني ماكينة افضل من انه احنا نعيد بناء ماكينتنا. هذه ماكينة الجي تي ار زي ما انتم شايفين، توين تيربو، بس ما اتوقع انها حتركب على النيسان. فنبدا شغلنا المعهود، راح نركب الماكينة بالكامل ونرجع لكم. طيب يا عيال وبكذا نكون خلصنا الماكينة بالكامل، نقول يا مدير اعطنا ماكينتنا. للأسف يا عيال ما تعدلت يعني بشكل كبير جدا، يعني ما هو ذيك التعديلات المأمولة، لكن ايش نسوي؟ مقدر ومكتوب يا اخي، الموتر شوي لكم عليه. فالان بننزل من تحت نغير كل الاكزوزات، كل الامور هذه لازم نغيرها بالكامل، نحاول قد ما نقدر نطلع اوكي. اهلا اهلا بالعيد، نسيت ما اركب الاشياء هذه، مخلي الماكينة مفجورة من تحت، مخلي الماكينة مفجورة من تحت. فا اوكي خلينا نحدد الاشياء هذه على السريع على اساس نروح نشتريها ونركبها ونرجع لكم. طيب الان احنا حنرجع لسالفة الشكمانات، خلينا نفكها بالكامل ونعدلها. بحاول قد ما اقدر يا عيال اطلع بتعديل كامل او شبه كامل. هل باقي شيء ورا؟ اوكي ما باقي شيء. في عندنا هنا طرمبة البنزين نحتاج لها تغيير. طيب ودي بس احذف اللست لان احسه كذا بدا يكثر، فخلينا نروح الان نحدد الاشياء اللطيفه هذه بالكامل. اوكي هذا واضح اني اخذت منه زياده، بس ما عليه يعني يزيد شيء واحد. اول كان يا عمي يزيد الدنيا كلها تزيد يا عمي. فالان خلينا نشتري الامور هذه. طبعا السياره دي ال سي، ما هي لا مود ولا من نفس ال دي ال سي، يعني مشتريها اللعبه منزلينها وانا شاريها بفلوس. فللاسف يعني اللعبه ما قاعده تنزل الدي ال سيات بشكل كبير، والمودات مو قاعده تنزل بشكل كبير، يعني كل اربع ايام خمس ايام يدوب ينزلون سياره واحده. فانا ما ابغى استعجل في السلسله هذه لان فتره كذا وما راح نلقى سيارات نلعبها، فايش بنستفيد؟ عشان كذا انا اصلا انا قناتي يا عيال منوعه فيها العاب كثيره صراحه. اليوم اتضايقت يعني انتم المقطع حينزل لكم بكره، حيصير يعني امس انا اتضايقت كثير، يعني نزلت مقطع جدا جميل عن لعبه الجروفيش، جدا جميل المقطع ومره حلو وفي ضحك وذا، بس ليش ما حتابعه ما ادري، الله اعلم. مع ان يعني القناه للالعاب المنوعه يعني ما هي محصوره على سلسله معينه، يعني كل ما تنزل لعبه جديده اكيد انه احنا حنلعبها، فما حنستمر على لعبه مدى طويل، فانتوا حتملوا وانا حامل، فما ينفع يعني مثلا نمسك سلسله ونمشي عليها وما نوقف، حنمل يا عيال والله حنمل. ف
فعشان كذا انا قاعد انوع بس اللي ملاحظه انه ما ادري انتوا ايش فيكم، مو عاجبكم التنويع، ما ادري والله ايش السالفه بالضبط. فصراحه ما ادري والله، حتى فكرت انه ما اصور مقطع لان صراحه جدا ضايقت. يعني من تقريبا كم، 4 شهور تقريبا، 4 شهور ما يعني ولا مرة قد جتني مشاهدات زي كذا. يعني مر على المقطع 6 ساعات 7 ساعات والمشاهدات لسه 300، فشي ضايق يا عيال. فأتمنى ما حد يزعل مني لو إني أنا في يوم قطعت، لأني صراحة يعني ما أشوف أي فائدة في الموضوع. ما قاعدين نطلع، قاعدين ننزل، بعكس يعني إنه المفروض إنه نطلع إحنا، لكن هذا اللي صاير. فالله يكون في العون. فأتمنى يا عيال تعذروني لو قطعت أو شيء. وبالعموم ترى أنا يوم الثلاثاء حكون مسافر، فما أدري إذا أمداني إنه أنا أصور لكم أو لا، الله أعلم، لأن صراحة النفسية ضاربة. فإن شاء الله إنه أنا يمديني أصور لكم على أساس ينزل لكم المقاطع وأنا مسافر. برضو يا عيال ضيفوني في السناب، اللي يبغى يتواصل معي شيء، يسولف أي شيء، ضيفني على السناب، لاني ما راح اكون متواجد حول البي سي او حول القناه، اكون مسافر. فالان اتوقع ان سيارتنا جاهزه بالكامل، لا مو بالكامل، باقي عندنا الجنوط. فخلوني يا عيال افك الجنوط ونغير كفرات. طبعا اكيد انه كفرات حتكون سلك، ونرجع لكم. طبعا يا عيال الجنوط ما راح اغيرها، جنوط وكالتها ما راح تتغير شيء، لان جنوطها جدا جميله ومقاساتها حلوه، فما يحتاج لا نكبر ولا نسوي ولا شيء، بس اللهم نشيلها ونغير لها بس كفرات. واتوقع ان الكفرات الجنوط حقتها بعدين، لاني ملاحظ اللي قدام كانها صغيره شوي واللي ورا كبيره، فما ادري، خلينا نشوف الان نتاكد. اوكي متر، اوكي اللي قدام الاثنين اصغر او انحف من اللي ورا، اللي ورا اعرض. اوكي لازم ننتبه على النقطة هذه لما اجي اشتغل على الكفرات. فخلوني اركب الكفرات وارجع لكم. والان يا عيال سيارتنا جاهزة بالكامل، وصلنا على الداينو، فبنشوف سيارتنا كم جابة. هل الاحصنة بتكون فرق كبير؟ الله اعلم، ان شاء الله انها تكون فرق كبير يا عيال. اوكي 200 حصان يا عيال، قربنا على 600 حصان، اللي هو 591 يا عيال، على ماكينة تنفس طبيعي بس هوائيات، ما ضفنا عليها أشياء ثانية نهائيا. الشيء هذا جدا ممتاز، الماكينة يا عيال جبارة، طلعت كمية أحصنة من ستوك، يعني يعتبر ما فيها أي شواحن ولا شيء. فخلينا الآن نروح التست تراك ونجرب السيارة كيف أداءها. جابت 2 دقيقة وثانية من قبل التعديل، بعد التعديل حنشوف كم حتجيب. شوفوا فرق الـRPM، يا ساتر، هلا بيد الدزة يا عيال، روح والله يا عيال، سريعة والله، سريعة يا ساتر، الو يا عيال، اوه يا عيال والله فرق بينها وبين البي ام يا ساتر يا عيال، كفرات سلك وترمي يا ساتر، والله يا عيال قوية، والله يا عيال قوية يا عيال. 200 وكم؟ 260. امسك بريك لان اللفة دي قوية، وشد يا مدير، لا 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 هذا ما نبغاه. اوكي بدينا نجيب العيد، يا ساتر يا عيال، ما اقدر، السيارة ترمي يا عيال، والله ترمي يا ساتر. هم المفروض نوديها يا عيال اختبار سرعة مو حلبة، والله اختبار سرعة مو حلبة، قاعدة ترمي بشكل فظيع. خلينا نركز يا عيال، امسك بريك تسيد، امسك بريك تسيد، ليش ما ادري، ما فيها اي بي اس، الله اعلم، الظاهر ما فيها اي بي اس يا عيال، اللي هو التراكشن كنترول، اذا مسكت فرامل المفروض انه يسيطر على السياره، ما تمسك بريك بالشكل هذا المفروض. والله صعبه 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 يا عيال، حتى مع كفرات السلك صعبه، الظاهر البي ام حتجيب وقت احسن مننا بسبب ثبات السياره هذه، يا ساتر. اي والله البي ام جابت 1.5 دقيقة، ايش صدمت انا يا عيال؟ ما في شيء، ما ادري كيف صدمت، وات صدمت
كذا بدون أي شيء. يا عيال جابت دقيقة 41 ثانية، فالظاهر يا عيال إنه حنوديها على اختبار للش اسمه، اختبار السبيد تيست، السرعة دراج يعني، فهذا ما يخارجها حلبة يا عيال. الآن يا عيال جبناها على حلبة التراك أو السبيد تراك، فخلينا نجرب كيف حتسوي في الدراج وكم حتجيب يا عيال. السيارة هذه ما ينفع لها حلبات يا عيال، لأن قوتها جدا أوبي. أنا بالغت جدا، ركبت كل شيء، أتوقع أن هذا كان غلط، المفروض أني ما أركب كل شيء. فخلينا نشوف الآن على الجير السادس، جابت 300 ولسه مكملة 320 330 يا ساتر 340 هي فصلتها السيارة يا ساتر. السيارة كان ممكن تجيب أكثر من كذا، لكن هذه الفصلة حقتها. فخلينا نجرب يا عيال، هل تخمس؟ يا ساتر يا ساتر يا أخي، والله والله يا عيال الموتر في بطنه عزم وقوة جبار. طيب خلاص خلاص، اهدى اهدى اهدى، خلاص خلاص. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الموتر يدرفت يا عيال، كفرات سلك والله يا عيال، كفرات سلك ويدرفت يا ساتر. طيب وحش وحش وحش، نيسان وحش والله العظيم وحش. فصراحة أتوقع أنه خلاص السيارة هذه وصلت لحلقتها الأخيرة معانا، فخلاص حنروح نشوف لنا سيارة ثانية. جابت 344، أتوقع أن الفورد هو المتربع على العرش، مستحيل أحد يكسر رقمه، جاب رقم جدا أسطوري الفورد. فالآن هل أبيعها؟ خلينا نشوف كم تجيب لي وكم مكسبي منها. مكسبي يا عيال فيها 50,000 لو أبيعها، لكن ما راح أبيعها، خليها معنا. بنروح ندور على السيارة للحلقة القادمة بإذن الله. إذا لقيت سيارتين أخذت سيارتين، إذا ما لقيت إلا سيارة واحدة، لأن ودي أجيب أشياء جديدة يا عيال، ما نبي نجيب شيء مكرر يا عيال. هذا الموتر قديم وله أفلام في السفر عبر الزمن وزي كذا، فموتر يا عيال أنا صراحة ودي أجرب أشوفه كيف داخليته. دايم خندق سلف شغال، اسمع شغال يا عيال شغال. ما أدري إيش ماكينته، ما أقدر أشوف ماكينته صح؟ كيف أشوف ماكينته؟ ألو أبغى أشوف ماكينته، الظاهر ما أقدر أشوف ماكينته. طيب مو مشكلة، خلينا نروح نشوف ماكينته من هنا. أوكي يا عيال ماكينته 6 سرندل، بس العجيب إنه يركب عليه ماكينة 8 سرندل وسوبر تشارج نفس اللي في الفورد. فصراحة أنا الموتر ذا موتر غريب يا عيال، تخيلوا ماكينة 8 ماكينة 6 الحالية 6 سرندل، وأقدر أركب عليه ماكينة 8 سرندل نفس اللي في الفورد، فوالله بشتريه. طبعا المزاودة عليه ب1200، فخلونا نشتريه يا عيال. ممكن يا عيال نسافر عبر الزمن، ما ندري ما ندري، فبشتريه على أساس أجرب عليه ماكينة الفورد، أبشوف هل ممكن يكسر رقم الفورد ولا لا. فهذه أول سيارة بإذن الله بنأخذها، نوقفها في الجراج ونشوف إيش تختارون. أخذناها بكم إحنا؟ ب61,000. إن شاء الله إني ما أكون جبت العيد، وإن شاء الله أن تكون السيارة هذه عند حسن ظننا ونقدر نسقط عليها الماكينة. أوكي هذه النيسان المتسبيشي لانسر، من أول قد عرفتها لكم في الحلقة في القناة، لكن صراحة ما أيدت إنه إحنا نشتغل عليها، لأن أصلا حتى ما أتوقع إيوه ما يركب لها مكاين، ما في إلا ماكينتها الضعيفة. يا عيال خلينا نروح نشوف الشركة الثانية إيش فيها من سيارات. أوكي هذه السيارة الثانية، بس يا رب إنها ما تكون مهلوكة، يا رب يا الله يا عيال مهلوكة. إيش ماكينتها؟ خلينا نشوف يا عيال ماكينتها 12 سرندل 12
مو ماكينة ستة، لا 12 يا عيال. ايوه بس ودي اشوف واحدة نظيفة يا عيال، هذه مهلوكة. اقدر اركب؟ حلو اقدر اركب. ما في دركسون، في سلف؟ ما في اكيد ما في. يا عيال السيارة من جوا دايم، يا المكلارن يا عيال والله اسطورية. هذه ماكينتها يا عيال، ماكينتها 12 سلندر. ودي اقرب ابغى اشوفها. طيب ماكينتها مكتوب عليها بي ام دبليو ام ما ادري ايش. فدقيقة دقيقة، انا هذه هي سيارتنا الثانية، لكن ابى ادور واحدة نظيفة، هذه مرة مهلوكة. يا عيال الحمد لله لقينا واحدة نظيفة، الحمد لله. فشوفوا يا عيال دايم الشكل، يا حليلة شوفوا كبوتها كيف صغير. دايم يا عيال، هذه غير، هذه غير. كيف افتح ذا؟ اوكي نفس الماكينة. خلينا نركب فيها وندقها سلف، ودي اسمع صوتها. يا رب ان تدق سلف. اوكي يا عيال هذه طبلونها مختلف، مو نفس هذيك. يا ساتر، هذه 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 اللي باخذها، هذه يا عيال اللي ايش. not anything money to، كيف يقول لي ما عندي فلوس عشان اشتريها؟ عندي 128,000، ايش اللي ما في فلوس؟ كيف ما في فلوس؟ كيف ما في فلوس؟ الله، سعرها باربع مليون يا عيال. اللي لقيناها قبل كم كان سعرها؟ لا لا يا ابوي مو كذا يا عيال، سعرها جدا مبالغ فيه. ابى اشوف واحده ثانيه، هذه ممكن عشانها معدله السباقات، ممكن. خلينا نشوف واحده ثانيه نشوف سعرها. توقع هذه عشانها معدله السباقات يا عيال، مشوا الموضوع. 4 مليون الله، من وين نجيب لكم 4 مليون؟ والله لو اشتغل لين ايش اخر الدنيا يا رجل ما اشتريها. هذه ما حتقدر تجيبها الا بالغش يا عيال. ذولا من جدهم نجمه واحده، نجمه واحده سعرها ب400,000 يا عيال. شوفوا هذه سعرها ب400,000، ليه؟ طلع لي فلوس من تحت يعني اذا مشيت ولا ايش؟ لا 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 يا عيال مو كذا، شيء غريب اقسم بالله. انا صراحه ابى اروح اتاكد في الوكاله كم سعرها في الوكاله. إذا كان في التشاليح 4 مليون النظيف، في الأوكشن 4 مليون النظيفة، التعبانة المهلوكة 400,000. خلينا نروح نشوف في شو اسمه في المعرض كم سعرها يا عيال. شفت تذكرون البي ام حقنا؟ البي ام حقنا القديمة اللي لعبناها وما يركب لها إلا ماكينة 6 سرندل، يا عيال راكب لها ماكينة 8 سرندل. كيف؟ هل السيارة اللي ما فيها سواب اوبشن اقدر اركب لها اي ماكينة؟ يا عيال اقدر، طالع لي انه انا اقدر اركب لها ماكينة 8 سلندر، كم سعرها هذي؟ 323,000. يا ساتر، ابغى اشوف المكلارين وينها؟ المكلارين هذي. اوكي ابغى اسوح شيء سيح، هذي اسوح شيء. يا عيال سعرها ب 19 مليون، سعرها ب 19 مليون، هذي في التشاليح كم سعرها؟ شوفوا ذي ب 23 مليون. اخر واحدة بكم؟ اخر الليجند ما ادري ايش اسمها ذي كم؟ 26 مليون. هذه اللي لقيناها ب 4 مليون يا عيال سعرها في الوكالة ب 26 مليون. عمي ايه عمي ايه في ايه في ايه. بس في شيء غريب ودي اشيك عليه. الشيء الغريب اللي ودي اشيك عليه، كيف سيارة بمكينة 6 سرندل يركبون عليها 8 سرندل؟ البي ام يا عيال كيف؟ كيف؟ ودي اروح اشتري بي ام واركب لها 8 سرندل، اشوف هل يركب لها سوبر ولا لا. نرجع على الاوكشن يا عيال وندور لنا سيارة غير المكلارين، لان المكلارين يبي لها مو قرض، يبي لها سرقة بنك. والله شوف هذه نظيفة، شوف ب4 مليون، 4 مليون هذه بس نطالع فيها ونخليها، بس ما نشتريها، بس كذا نتفرج. هاي عيال شفتوها مره حلوه، سمعكم صوتها كمان.
سمعكم صوت. ها كمان ايش تبغون اكثر من كذا؟ ها اسمع صوته. سمعتوا صوته؟ خلاص يا سلام عليكم، نسحب عليه. يا ساتر. طيب لقينا يا عيال بي ام ام 3 نفس اللي كانت معانا في الحلقه اللي فاتت، ولكن الغريب ان الماكينه الستة سرندل اللي راكبه عليها الان ما هي نفس الماكينه اللي كانت عليها في الحلقه اللي فاتت. فالدليل هذا يقول لك ان تقدر تركب لها اكثر من ماكينه يا عيال، حتى صوتها هنا مختلف. فصراحة ودي اشتريها. ليش؟ خليني اتأكد هل هي 6 سرندل فعلا؟ ايوه 6 سرندل. فبشتريها ليش؟ لاني شفت يا عيال اقدر اركب عليها ماكينة 8 سرندل، فبجرب عليها ماكينة الفورد. يا عيال السيارة هذه وزنها خفيف جدا صغيرة، تخيلوا يركب عليها ماكينة 8 سرندل سوبر تشارج، ايش حتصير؟ حطير من الارض يا عيال، والله حطير من الارض. حجربها صراحة ما حفوتها. وصلنا الان لنهاية حلقتنا، حتكون عندنا سيارتين بي ام بثمانية سلندر سوبر تشارج اذا ركب، وعندنا الثانية هذه السيارة الغريبة حقت السفر عبر الزمن، فهذه حتكون رقمها 2 والبي ام حيكون رقمها 1. طبعا 1 للبي ام واثنين للسيارة حقت السفر عبر الزمن. فانتوا الخيار عندكم، اما نجرب السيارة ذي او نجرب السيارة ذي، كلها حنجرب عليها مكاين الثمانية سرندل. هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى انها نالت اعجابكم، واتمنى يا عيال ما تقصروا معي باللايكات على اساس ترفعوا من القناة. هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى نالت اعجابكم. شوفكم على خير، في امان الله.